مرحبا ابنتي العزيزة. مرحبا أمي. اليوم يا ابنتي سوف أحكي لك قصة سيدنا صالح عليه السلام. أرسل الله تعالى سيدنا صالح إلى قوم ثمود، وهم قوم من العرب بعد قوم عاد. وقد كان هؤلاء القوم يا أمي مسلمون؟ لا يا ابنتي، بل كان قوم ثمود يعبدون الأصنام. وما هذه الأصنام يا أمي؟ إنها يا ابنتي العزيزة أحجار صنعوها بأيديهم كالتماثيل، وكانوا يقومون بعبادتها من دون الله. دعا النبي صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. وماذا بعد ذلك يا أمي؟ آمن معه القليل وكفر الأكثرية، وطلب من النبي صالح عليه السلام أن يأتي لهم بناقة من صخرة أمامهم، وأن تكون الناقة عشراء طويلة بالإضافة إلى صفات أخرى عديدة حددوها، ظنا منهم أن نبيهم سوف يعجز ويتراجع عن دعوته لهم. فأخذ صالح عليه السلام منهم ميثاقا بأنه إن أتى بالناقة فسوف يتركون عبادة الأصنام ويقوموا بعبادة الله الواحد. دعا صالح عليه السلام ربه أن يخرج له ناقة من الصخرة ليقيم الحجة على قومه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لنداء نبيه، فأمر الصخرة أن تنفطر فيخرج منها ناقة عشراء كوماء كما أرادها القوم. وعندما رأوها انبهروا لهذا الحدث العظيم، فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم في الكفر. واتفق صالح عليه السلام مع القوم أن تبقى الناقة ترعى في أراضيهم وأن تشرب الماء يوما بعد يوم، فيحتفظ القوم بحاجتهم من الماء في يومهم للغد الذي ترد فيه الناقة الماء. وقد كانت تسقيهم الكثير من اللبن. أمر صالح عليه السلام قومه بعدم المساس بالناقة، لكن اتفق من كفر منهم أن يذبحوها، ولذلك حقا عليهم العذاب من الله لأنهم لم يسمعوا كلام الله. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت
من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين